السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج نادي الصحافة. اكتملت التحضيرات لقمة رؤساء دول وحكومات قمة مسار نواكشوط حول السلام والأمن في منطقة الساحل والصحراء التي ستنعقد يومي 18 و19 من ديسمبر الحالي بنواكشوط. ملفات ثقيلة تنتظر القمة الأولى لرؤساء دول المسار، تبدأ بالملف البوركينابي والأوضاع في مالي والتهريب وفيروس الإيبولا. معي لتعميق النقاش حول هذا الموضوع السيد محمد فالو العمير، كاتب صحفي، أهلا بكم. معي كذلك محمد محمود لأبو المعالي، أهلا بكم، وهو كاتب صحفي كذلك. معي سلمو الصالحي، وهو كاتب صحفي كذلك، أهلا بكم جميعا وأشكر لكم حضوركم معنا. لنبدأ بالحديث عن الأجواء التي تأتي في هذه القمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الأجواء معكم إلى موريتانيا والله في المنطقة هي قمة إقليمية، هي في مثلا الأجواء العامة، الظروف اللي هي ظروف فيها ياسر المشاكل بالنسبة للمنطقة وبالنسبة لفرقيا عموما، وخاصة اللي نتكلموا عنه هون اللي المنطقة الساحلية الصحراوية اللي هي المغرب والمغرب العربي وغرب افريقيا. عندك بؤر فم للتوتر، متان ما هو قاعد التوتر، انفجارات ليبيا متفجرة ومالي ما زالت فيه المشاكل، وعندك بوكو حرام في نيجيريا وفي بلادات اخرى، وهذا من ناحية الأمنية. وعندك فعلا كيف قلت فيروس إيبولا اللي زاد هو اللي حكما تحدي جديد، تحدي متين لهذا الرؤساء وهذه المنطقة، وتحدي للقارة بصفة عامة. إذا هم ياسر من الترقب وياسر من الأمال معقودة على درواية اللي هي الاجتماعات اللي هم اللي يتاربوا الاثنين، لان الناس ملت من كثره الاجتماعات وكثره المسارات ياسره والمنظمات ياسره والتنظيمات ياسره، ولا في شيء ذاك هو فات عاد مثلا صالح الشيء. ما والله بعد ما هات رد ما هات عطاء نتيجه ذيك فعاله. اذا عندنا نتفقدوا قضيه الاسيموك لتماجور انفي مثلا في تمر راس ونتفقدوا لي بي دي شان دول الميدان، وياسر من المسارات وسين صاد وياسر من المسارات اللي تم تلا كلها يهم دوله معينه والله دول معينات والله قطب معينه، لانه يعتنى لهم ويعدلهم هم مسار. لارك احنا هون عندنا قيمتين، القمة الأولى مسار نواكشوط، والقمة الثانية هي قمة الخمس دول الساحل الخمس. إذا عن فم ياسر من الإمكانيات تقدر تفتح لي ياسر من الآمال سيرتو مع القائد. جيد جدا، تفضلوا. طيب، شكرا جزيلا على الاستضافة. الأجواء كما تحدث العميد محمد فؤاد عمير هي أجواء حبلى بالأحداث المتراكمة وبالتحديات الجسيمة، سواء تعلق الأمر بالتحديات الأمنية، تحديات التنمية، تحديات الاجتماعية، تحديات الصحية إلى غيره. هذه المنطقة، منطقة الساحل والصحراء، بطبيعتها منطقة توتر دائم بشكل دائم، ومنطقة احتكاك، وأقل ما توصف به بأنها منطقة عصية على الاستقرار وعصية على الأمن والسكينة، والتحديات تتجدد فيها، ليس أكثرها تحدي الأمني في الصحراء الكبرى وفي شمال مالي وعلى المنطقة الحدودية مع موريتانيا والجزائر والنيجر، والوضع في ليبيا وهو وضع يعني متفجر وقابل لأن تصل شواياه إلى أرجاء المنطقة برمتها، وهو وضع معقد في شقه الأمني، في شقه القبلي، في شقه السياسي، وحتى في شقه أيضا التنموي. هناك تحدي الوضع السياسي في بوركينا فاسو، وهو وضع يمر بمرحلة انتقالية قابلة لأن تنحرف في أي وقت من الأوقات عن مسارها. تحدي الاستقرار في مالي، لأنه بالإضافة إلى أزمة الشمال، الوضع في الجنوب يعاني من تحديات التنمية ويعاني من تحديات فيروس الإيبولا.
أيضا الوضع في الجزائر له نصيبه أيضا من التوتر، أو على الأصح من الوقوف على شبه التوتر. إذن هناك رزمة من التحديات ربما ندخل إليها بمزيد من التفاصيل. هناك أيضا رزمة من التجارب، بعضها فاشل وبعضها لم ينتظر أن يؤتي أكلة. هناك كما تحدث العميد تجربة القيادة المشتركة في تمر راس، وهي تجربة فعاليتها محدودة حتى الآن، ومجموعة الخمسة أيضا، وتضاف إليها مسار نواكشوط الذي نحن بصدد قمتنا. هي مجموعة من الإجراءات أو من المسارات المتداخلة فيما بينها، وربما تفتقد في ظاهرها التنسيق المطلوب، وإن وجدها التنسيق فهو على الأقل ليس على المستوى الظاهر، وما تزال كلها يعني مسارات وتحديات دون مستوى التحديات التي يفترض أن تواجهها. رفع هذه التحديات مرتبط بالإرادة السياسية لدى الدول بشكل عام، ومرتبط بالصراعات البينية في المنطقة. سيدي التفصيل في التحديات بعد الحديث عن الأجواء العامة معكم يا سلمي. شكرا. الأجواء كيف تعرف الأجواء فيها تحديات أمنية، فيها اللي محلي وفيها اللي عابر للحدود. وكيف تعرف إفريقيا عقب انتهاء الحرب الباردة ما عرفت حروب بين الدول، كافة الحروب اللي نشبت كان عندها طابع عرقي، والله نتيجة لتطرف ديني، والله نتيجة لأزمات اقتصادية داخلية، والله أزمات دستورية، وتحديات ياسرة مالي الوضع فيه، على الرغم من الوساطة الجزائرية قدمت مقترح للسلام قابلين وجهد الأطراف، وحتى الأطراف اللي كانت دور الاستغلال قالت أنه قد يعد قاعدة قوية للحل السياسي. الوضع فيه كيف تعرفوا، الوضع الخطير جدا للناس كاملة للمنطقة هو الوضع اللي في جنوب ليبيا، بأنه هو عاد مركز تواجد القوى المتطرفة اللي وافد عليها داعش من الشرق الأوسط. ماني متكلم لك عن التحدي الصحي اللي فات عبر الإيبولا، ماني زايد لك إضافة أخرى بهن التحدي اللي قايمة عليه بوكو، التحدي اللي تشكل بوكو حرام اللي بشكل محتلة تقريبا ثلاث ولايات مستقلة من شمال نيجيريا، واللي عاجزين أربع دول اللي هم الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا عاجزين عن تنسيق أمني وعسكري لمواجهته. والتحديات الأخرى اللي ياسرة اللي فيها تدفق اللاجئين عند أوروبا عن طريق ليبيا، 150 ألف لاجئ إلى حد اليوم، وتحديات اللي حنا نحن هون بهن كيف تعرف من قوات البوليزاريو بدأت عمليات تدريب على اختراق الجدار، موجودين على 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 على, على, على اليوتيوب. عندك تحدي حنا نحن الصراع في كازامانس ما فات نحل إلى حد الساعة، مع أن هناك وساطة أمريكية وساطة إيطالية أن الناس يجابروا في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الحل. هون قدر من هذا هو اللي يجي فيه يقال نختار نقول كلمة فقط عن مسار نواكشوط، أنه يقد يعود يبعث إلى شيء من الأمل أمام هذه التحديات كاملة، لأنه جاك تتويج لقمة خلقت هون مارس 2013، وكانت قمة وزارية حضروها كافة المنظمات الدولية هون مارس 2013، وتمخض عن هذا المسار اللي قال له مسار نواكشوط اللي هو مسار تنسيق أمني وفات آتا وكده. وهم اللي فيه بعد أنه قاد يجمع رؤساء أجهزة استعلامات في 11 دولة وقاد يشق لهم في بلاده، وقاد اللي جابر دوليا وزراء الخارجية في الدول المعنية اللي هي الدول 11. على ذكر وزراء الخارجية في اجتماع النيجر، اجتماع وزراء الخارجية في النيجر الأخير في مارس أظن، أذجت نقاط أساسية اللي ركز عليها ركزت عليها الوثيقة اللي صدرت عن اجتماع وزراء الخارجية، نقاط سياسية تتعلق بشق سياسي وشق تنموي وشق أمني. ما الذي تنتظره المنطقة من مسار نواكشوط في الجانب السياسي؟ الجانب السياسي راه اللي عنها تنتظر منه تدعيم شوي للديمقراطية وللدول اللي يقولوا له لرافورسمون دي كاباسيتي دي لتاع دعم قدرات الدولة به اللي هذه المنطقة كاملة تمتاز بألن فيها بلدات هو جناء لهم الخروج من طاعة الدولة. ف
وهو العواصم تنسى الاطراف. كيف وهو اللي اصلا هما مناطق بعيد من المركز، مركز السلطه، وينتساو مثلا التعامل في قضيه التنميه كامله ينتساو فيها، ويبقاو على حالهم، يعودوا هو اللي ينشئوا الاقتصاديات ما هي على الطريق، التهريب وذاك الشيء كامل، هو اللي تجيهم يعودوا هما حضن للمنظمات الارهابيه والاجراميه كاملها، سواء هي شنو نوعها. والله اللي عن المسار مسار مسار نواكشوط الى صحح بعض المفاهيم ونعت عن ذي الروايه، مثلا ذو الناس ما محكوم عليهم بعدين هم يعودوا حضن، وهذه المناطق ما محكوم عليهم بعدين هم يعودوا دائما خارجين عن الطاعه، ودائما فيهم هم بل عدم الاستقرار يعود على الدر ياسر للمنطقة اللي هي اللي بعد تعنينا احنا، اللي هي المنطقة الصحراوية مثلا، الحدود بين الساحل والصحراء اللي هي جاي منها ياسر من ذوك المشاكل. إذا تدعيم وتقوية الدول باش بدولة القانون، دولة القانون بالعدالة المدنية، دولة المدنية، دولة المدنية. وهذا ذلك يقد يعود مشكلة بوركينا فاسو هي المثال فيه، اللي جات بعد محاولة الرئيس اللي طاح به اللي قبل مشى، لأنه يغير الدستور ياك يعودوا هم بعد على الأقل في توصياتهم الختامية والله في قراراتهم لأنهم يقرروا يحرموا عن حد يمس تغيير الدستور، ويمشوا مثلا ينعتوا عنهم ماشيين شور التناوب السلمي للسلطة والديمقراطية الحقيقية وحرية التعبير، وذاك اللي كامل يقد يأسس للمواطنة مواطنة حقيقية فيها المساواة والعدالة بهم اللي هم ركائز الأمن. ركز يعني نفس التوصيات كانت المؤتمر الفرنكوفونيه في دكار، يعني لا ما هو كيف الفرنكوفونيه ما تحكم على الناس، نعم نفس التوصيات للاستقرار فقط، لكن قبل هو عن ما الذي تنتظره المنطقه من مسار نواكشوط في الجانب السياسي من القمه؟ اللي في الحقيقه ما ينتظر من مسار نواكشوط هو ما ينتظر من مسارات سابقه، وما ينتظر من حكومات المنطقه بشكل عام ينتظر الالتفات بشكل من الموضوعية وبشكل من التفاهم لواقع المنطقة، ضرورة ديمقراطية المنطقة، وضرورة فهم الأنظمة وفهم النخب في هذه المنطقة، أنه لا سبيل للاستقرار ولا سبيل للبقاء لا في الحكم ولا في بحبوحة الأمن والاستقرار دون ديمقراطية المنطقة، ودون الالتزام بآليات وميكانيزمات دولة القانون المطلوبة والتي هي الأساس. هذا يعني يعتبر نقطة أو مرتكز حلول المشاكل الكبرى التي تعاني منها المنطقة، تنضاف إليها توابل تخص كل مشكلة على عيدها. حين يوجد دولة قانون أيا كانت تحترم مواطنيها، تحترمهم سياسيا، تحترم دساتيرها، تحترم نصوصها، هذا يعني خلق مواطنة يحارب بها التطرف، يحارب بها النزعات الانفصالي، يحارب بها الفقر، توفر جوا ومتسعا للتنمية في هذه البلدان التي هي بحاجة إلى مسار تنمويا أكثر من حاجتها إلى مسار سياسي، لأننا جربنا في هذه المنطقة المسارات السياسية المتعثرة لكن لم نجرب مسارات التنمية، والتي في الحقيقة هي الغاية من أي مسار سواء كان سياسيا أو اقتصاديا وغيره، الغاية منه التنمية، والتنمية هي المتعثرة وهي أم المشاكل الكبرى في هذه المنطقة. التنمية تحتاج إلى استقرار، الاستقرار يحتاج إلى يعني وضعية سياسية قابلة لأن يتعايش الجميع عليها وأن نعم. سنأتي للتنمية في الشق الثالث من الحوار. طبعا ما الذي تنتظر، نفس السؤال، ما الذي تنتظره المنطقه من مسار نواكشوط؟ شوف اننا عدنا هنا دمجوا مسار نواكشوط في اطار البنيه الافريقيه للسلم والامن،
نقدو نتعود هنا نتوقعوا نتائج سياسية بهن مسار نواكشوط لا نتيجة آلية من آليات البنية الإفريقية للأمن والسلم ولو أنها محدودة ولو أنها تعني لا 11 دولة إفريقية من 54 دولة يقال قاع التصور الإفريقي في مجال البنية التحتية مقسم إفريقيا إلى 5 أقطاع وكلهم عنده لها تصور الحلول مشاكلها الأمنية انطلاقا من منظمات عند ذات الطابع الإقليمي اللي أعضاء في الاتحاد الإفريقي. فعلا في إطار البنية الإفريقية للسلم والأمن فم شق سياسي بأنه ما هو البنية الإفريقية للأمن والسلم ما تكتفى فقط بأنها تحاول تتفادى وتحل الصراعات وتجدونهم، لا تحاول مولي تقوم بدور في مجال الحكامة الديمقراطية، تحاول تشجع الحكامة الديمقراطية الرشيدة عن طريق الممارسة الديمقراطية الصحيحة، وعندها مولي شق يتعلق بالعمل الإنساني، وعندها جانب يتعلق بحفظ السلام. هذا هو اللي ترتكز عليهم البنيه الافريقيه للسلم اللي مسار نواكشوط لا جزء منها، بين مسار نواكشوط انا رابنو امني بعد مسار نواكشوط جاء لتعزيز تبادل المعلومات بين قاده الاستعلامات في 11 دوله افريقيه معنيه بالارهاب والتجار بالمخدرات والتجار بالبشر وبعده تهديدات امنيه عابره للحدود اساسا. وفعلا كيف قلنا قبيل في نقاشنا التحديات الامنيه ربما في عندها انعكاسات سياسيه وانعكاسات فعلا بهن قاع والله ثابت يعني يعود هناك التحدي انه هناك تحدي امني معنى ما هناك ديمقراطيه معك تماما فيه معنى ما هناك تطور ما هناك ما يعني تفهم حدود مقاربه شامله تشمل الجانب السياسي والجانب الامني معنا قاع احنا الافارقه احنا الافارقه نظرتنا قاع للديمقراطيه ما يرثنا بعده بها حتى ما هي نظره الاوروبيين ما هي نظره الاوروبيين بهن اللي كبير عندنا حتى هلا هو القمع وملي السجون من سجناء الرأي وجاسر من الممارسات اللي طول في الحكم البقاء في الحكم فترة طويلة ما هي قبال رواية كبيرة بهن لين اختينا مثلا مخرصوا مع عند كاغامي الموغابي الموسيفيني عمر حسن البشير ديبي اللي حلانا الناس كاملة لهم احنا في الحلقة البقي في الحكم ما حد قاد بعد ينصبر لا يتم صبو خير مدمنين خرصوا مكي سال ذم تجارب مضيئة ومالي وخرصوا بني وخرصوا قنا ذم تجارب حديثة فعلا ذم تطور فعلا ما هي حديثة لي 20 سنة ما البقي في الحكم كان كارثة للقارة للبلدان دوائع ما هم بعدهم الياسرين واللي اجداد لا خارجين لا خارجين الاخرين هم الاسوء بعد تفتح امال فعلا للشعوب ومثلا المطالب السياسيه الجديده ربما توقفت محمد على محمد محمود عند جانب التنميه شنو يعني برايك المشاريع التنمويه اللي هي تحقق الاستقرار السياسي اللي تحتاجها المنطقه عاجلا كي قال لا انا لست خبيرا اقتصاديا نقدم رزمه يعني مشاريع تنموية المطلوبة صحابي متابع طبعا المنطقة يعني طبعا الماء لا لا قيس بها المدافع يعني تبقى فرقلت وقيس بها التعمار الراجل لا حد يقيس بها قيس بها الاهل التعمار لازلنا جايين مشيقنا لا مدافع اخبار غير والي عنه لا مسار حوار طيب المطلوب هو لا مركزية التنمية في هذه المنطقة لان إشكالية مركزية التنمية هي التي جعلت كما ذكر العميد محمد فال الأطراف دائما تتدمر الأطراف لا تحس بالانتماء لهذه البلدان هذه أيضا لا مركزية التنمية أخذت طابعا عرقيا في بعض مناطق المنطقة باعتبار أن التوزيع الديمغرافي يتبع أيضا للتوزيع الجغرافي وحين تنشط مشاريع التنمية في منطقة وتهمل منطقة هي بالتالي تنشط لصالح عرق أو مجموعة سكانية دون أخرى وهذا يزيد الأمور توترا ويحولها من مشاكل اقتصادية وتنمية بحتة إلى مشاكل سياسية ومشاكل إثنية ومشاكل في النهاية مسلحة أيضا لا بد من تقديم بديل عن اقتصاد الجريمة السائد في المنطقة اقتصاد الخطف اقتصاد التهريب اقتصاد المخدرات اقتصاد إلى غيره هناك آلاف بل مئات الآلاف يعيشون على اقتصاد الجريمة في هذه الصحراء يجب توفير بدائل لهذا الاقتصاد لهؤلاء السكان وهنا دور الحكومات أعود وأقول هناك كلمة لو طبقت تختصر الكثير وهو لا مركزية التنمية حين يطبق لا مركزية التنمية مشكلة التنمية فهم تمييز يا الله يخليك في قضية التهريب
لا لا قضية التهريب بهذي التهريب ما هو واحد، احنا ما نقدر نساوي تهريب المخاطرات هو وتهريب الأسلحة هو وتهريب مارو وسكر والورقة ودلوير ما هو واحد. يلا صرامة الحكومات تعود لا على ذاك اللي أخطرهم ويعود ذاك مبرمج، غير هم اللي زيادة على اللي قال محمد حمود هم قضية الاندماج، الاندماج بين الدول اقتصادياتهم يلا يندمجوا بينهم ويلا أسواقهم ينفتحوا على بعضهم، وهذا هون ظهر لي عنه بعد لين خرج أنا بعض كان يفقده الموريتاني بعدينهم كانوا ينتموا للفضاء، إن قالوا سدياوي إن قالوا منطقة غرب إفريقيا منطقة الاقتصادية الغرب إفريقية اللي كانت فاتحة لهم قريب أكثر قاع من 100 مليون مثلا سوق 100 مليون ريال وانقفلت عنهم صفة ما مزالت مقبولة وراعوا فيها بعد الحمد لله انطرس فيها شيء غير بعضهم فقدان بيه اللي مهم اقتصاد كامل اقتصادياتهم كامل اندماجها مهم فتحها بعضها على بعضها مهم حتى غير ما اللي فقد هون بأن هي 11 دولة قال لي انها دول قال لي انها دول اخرى مثل فضاء له كانوا يلا يعودوا معها المغرب تونس هذو يلا يعودوا بيد في المسار اللي معنيات مباشرة بالقضية قلت حضورهم يطرح اشكاليات اخرى كنت تواسي اللي سلموا بين بي اللي نعرف عن مقبالي قضية يطرح قولوا لك أنا بصراحة يطرح تحدي ميلاد مسار مناوئ هذا ما يخاف البقر يطرح المغرب السفير الاتحاد الافريقي ما يدخل كركان بيجي ما عضو في المنظمة بعدين فاعل مهم ولا بد يعني أنا كنت نختار نقول نخالق مسألة في الأجوان سيناها لا لا تسمح لي دقيقة نقول تقولوا تقسمها قضايا التنمية قضايا والله بعد إن شاء الله شفت في الأجوان يلا تنمودي نذكره بأن كيف اللي خالق اليوم منافسة على المستوى الإقليمي على الريادة وعلى تسيير الملف اللي هو الملف حنيني على الملف الأمني بهن قبل مسار نواكشوط اللي لا يعود على كل حال ملتقى قمة ولا يعود ملتقى دولي مثلا ملتقى إقليمي سبع رؤساء من 11 نسبة مشاركة مهمة اليوم مفتتح في مراكش ملتقى على نفس الموضوع واليوم مفتتح في سينيغال في داكار ملتقى على نفس النوع بدعم فرنسي قوي وقدموا فيه أفكار السينيغال داخلة في مسار نواكشوط هي قال ما هي داخلة في مجموعة الخمسة ودائما تعبر عن امتعاضها أنها ما هي داخلته ولذلك هنا ندخلك في موضوع الاقتصاد أنا أرى بأن الاقتصاد موضوع مجموعة خمسة أنها كانت أكثر هي اقتصادية من سياسية ومن أمنية شيئا ما وأنها هي اللي ربما تعود قبوة الملف يعني بهن مجموعة الخمسة هي اللي قدمت رزمة مشاريع قمة مجموعة الخمسة هي اللي تعطونا لا يخطبوا بها الحوار قمة مجموعة الخمس. هو الحلقة وفاتها. مازلنا الوقت غير خلنا في جانب التنمية اللي. لا هو ده يقول لك كنت لا هو كنت لا يقول لك. لا بيجي خارج دول في المنطقة ما هي معنية بقضايا مجموعة الخمسة هون. يا قال ما على كل حال مجموعة الخمسة من حقها أنها تتنظم ما يقدم اللي حد يشوف عليها وأنها تختل تمشي في بلده وأنها عندها مشاريع مشتركة وإذا ما هو ضد حد الدول اللي تبقى تعود من مجموعة الخمسة أعضاء في تكتلات الدول مجموعة الخمسة ما هي فيهم ولا هي غايرة منهم ولا هي حالهم العين أنا ذاك نختار نقول أن الجانب الاقتصادي أن مجموعة الخمسة أنها نزلت حق بهن المشاريع الاستثمارية الأولية اللي في الطاقة وفي المياه وفي الأمن الغذائي وحتى في التغيرات المناخية وفي البيئة وفي الكهرباء مثلا في الكهرباء انها قدمت رزمة مشاريع استثمارية وقدمتهم اساسا للمستثمرين العرب والمسلمين ويبدو انهم قطعوا خطوة مهمة جدا وعلى انه المهم كان فيه الآن الشعوب تحس بارتباط والشعوب تحس بالطريق بيناتها وتحس بالإنارة وتحس بوجود الدولة وتحس بأن الفلاح في المناطق النائية ما هنو تلمو خلي الله هو ووجهه تدخل المكننة في كل بلدة وعود المزارع والمنمي حيوان متابع في الدول الخمسة اللي تمتد من موريتانيا إلى بوركينا فاسو التطوير البنى الاقتصادية التقليدية بهنها هي اللي عادة تعود حاضنة للحركات المسلحة نتيجة لهشاشتها ونتيجة لفقرها وبالتالي استهدافها بالمشاريع الأولوية الواية تكون مهمة جدا بالإضافة فعلا لبطالة الشباب بالإضافة إلى الفقر في الأوساط الحضرية اللي
روافد خطيره من روافد التعصب والتطرف ما يلطم اللي يقال بعد مجموعه خمسه برنامجها كان اقتصادي بامتياز. جيد جدا. احنا لدينا تجربه حديثه ورائده ربما ما اعرف كانكم موافقين على الوصف في الحرب ضد ما يسمى بالارهاب والتهري لدى موريتانيا طبعا دوله. ما الذي يمكن لموريتانيا ان تقدمه لمسار نواكشوط طبعا طوله خلال تجربه تم قضايا محاربه الارهاب والتهريب؟ بالنسبه لي انا موريتانيا تجربتها تجربه رائده فعلا بها اللي اولا قامت بها زمن وحدها اللي متفقدين هون 2009 و2010 و2011 الى قاع 2012 الى احتلال مالي شمال مالي متفقدين لان الجيش الموريتاني هو اللي كان يقاتل ويقت ذاك الرجل ذاك العقل الاراضي الماليه وكانت تلك المقاربه ما هي امنيه بحت كانت معاهم اللي مقاربه اخرى حواريه مع المراجعات اداوها علماء هون وفقهاء ووصلت بعد الشيء باللي رغم اللي قال كامل ذيك الناس اللي تراجعت وتابت والله سميه ما شئت ذيك الناس اللي هي رجع من هندي عنه لا رجاج واحد لا واحد لا واحد اذا عن اذا عن نقدر نقول عنها نشحت بالنسبه لي انا راه اللي عن موريتاني مثل اللي تقدر تعطيه لا على الجهه على جهه افريقيا بهاش بها اللي هي اصلا هي اللي خال عن طريقها الاسلام البلد الفضاء هو الخال عن طريق الاسلام والجانب الروحي والجانب ذاك كامل جاي من الله وهو ملي هو اللي قد يعطي درس في معالجه ذوك الامور والامور كاملها امور الغلو كاملها يقدر لا يعطي مسائل فيه دروس رغم ذلك اللي خلقه كامل من التدني وانحطاط اللي مؤسف كامل مثلا ما هو بالقرضات غير خليل ظهر لي عن موريتاني فعلا تقدر تعود مثل وتقدر عندها تجربه وملي معطره مثلا استراتيجيه ذيك واضحه ومكتوبه ومعروفه معدلينها على ثلاث مراحل وتناسب المرحله الامنيه المقاربه الامنيه المقاربه الحواريه ومقاربه اعاده تأهيل مقاربه اقتصاديه هاي بهذي الناس باش يشتغلوا وتشغلهم مقاربه اقتصاديه اجتماعيه هي اقتصاديه اجتماعيه وملي تعود تقرب من الناس والمساجد تدخل ويعود الحوار مثلا الخطاب المعتدل ينسمع وظهر لي عنها لا تقدر قضية التمييز بين مهربين اذكر كان عنده استاذ جامعي قرنا ماده القانون الجنائي كان يقول لنا نفس الفكره ذكرتها عن من سرق ليطعم ابنائه ليس كمن سرق ليشتري المخدرات وهذا من قوه يلا يعود القاضي يطبق روح القانون ما يطبق القانون الجامد للنص ذكرتك قضيه التمييز بين المهربين فعلا قضيه وارده ومطروحه اللي هرب المخدرات ما هو اللي هرب مار هبي اللي ما هو كيف توتو هي نفس الجريمه على كل حال طبعا قضيه تجربه موريتانيا في محاربه الارهاب شفت البلد يتميز انه عنده استراتيجيه فعلا متكامله، هاي الاستراتيجيه ترتكز اولا على تشخيص الظاهره مصادرها منابعها ظواهرها كاملين وثانيا يرتكز على منظومه قانونيه وقائيه وردعيه ويرتكز على هياكل امنيه ويرتكز على التعاون الدولي ويرتكز على سياسات قطاعيه، سياسه لمحاربه الفقر، سياسه لادماج الشباب، سياسه للمراه، سياسه حتى دينيه من اجل صيانه الاسلام الاصلي، الاسلام الاصلي بدلا من الاسلام الوافد اللي طالع. فعلا هذه استراتيجيه اتت اكلها على اساسا على المستوى الخارجي بان البلد كان في الحقيقه سباق من 2010 لمهاجمه الجماعات المتطرفه في عقر دارها في الشمال المالي وعاد الكرة 2011 وقام بعمليات نوعية حتى الساعة أنا نعود دائما مع قادة أجهزة وفي الخارج إلى حد الساعة ينوهوا بها بهناك نتذكر كيف البلد قد يفشل
عمليات انتحاريه عادت بسيارات مفخخه، يعني تقولها للناس ان هناك جهاز امني قد يفشل عمليه بسياره مفخخه، يقول لكن هذا مستحيل. ثانيا مولي البلد قد يختطف خاطي في الرهائن، وهذا مولي دائما نقولوه في المحافل الدوليه يتخيلهم الناس ساكنين ومروسنا. اذا في الحقيقه الاستراتيجيه عبرت عن نجاعتها، وعقب مولي عاونها الدهر بهن احتلال الشمال المالي وحل ذيك الجماعات عنها، والتدخل الدولي وحد مولي ذيك الجماعات عنها وصيفطهم الى الجنوب الليبي ربما وحتى الى تونس. يا غير هذه التهديدات تتجدد بهن، حتى الفرنسيين اليوم معترفين بان الحركات وراهو بالمعاليم ان شاء الله نتابع الموضوع، بان الجهاديين بدؤوا يرجعوا من اليوم للشمال المالي وبدؤوا من جديد يشكلوا خطر على الجيوش الفرنسيه وعلى الجيوش الافريقيه. وكيف تعرف هناك كاع وافد جديد طاري قالوا داعش مثلا، يا ريتنا نفهموا انتصار بعد اللي ياسر من تركتهم قاتل في داعش، بدؤوا يطرحوا الحسبان ان مات له هناك اليوم مصدر التهديد، مات له ذاك الشاب اللي جاي من العرب العالم العربي الاسلامي، ان مصدر التهديد اليوم النصراني راهو قاعد في اوروبا، طرف راسه و23 غربي لانه غربي ديانه غربي وطرف راسه، ونسبه 23% منهم ما تربى في بيئه مسلمه، معناها تمسلوا هما وشدوا هما ومشاو هما. اذا في الحقيقه استراتيجيه البلد بكل صراحه عبر متفقد صاحبهم من هذا صاحب داعش الفرنسي اللي كان يصلي معك انت في المسيده اللي قال لانه مشى رجع من موريتانيا اللي ما فيه ما جبر التطرف عادي سوريا وكان جاي يدور التطرف يدور شيء حماسي يدور ما جبرهم. اذا قيمة مسار المبسوط والتحديات الجديدة التي ذكرها انا نضيف ما يمكن ان تضيفه موريتانيا تقريبا بالاضافة للمقاربة المتعددة الجوانب اللي تحدث عنها الزميلين، واللي اثبتت ان الامر يحتاج الى العمل على اكثر من جبهه وليس الجبهه الامنيه العسكريه، واللي هي طبعا بطبيعه الحال في الاولويه لان تامين الحدود وتامين المواطنين والمقيمين، لكن ايضا المقاربه الحواريه والفكريه والاقتصاديه. انا اعتقد هناك يمكن تلاقى من التجربه الموريتانيه يمكن ان يضاف رؤيه جديده لمحاربه ما يسمى الارهاب في بلدان اشرح لك في بلدان كلها تتسم بانها بلدان اسلاميه يجب ان ينظر الى التطرف كعدو او كمساله داخليه، لا ينظر اليه نظره الغرب له، لان يعني ربط استراتيجيات الدول الاسلاميه لمحاربه التطرف استراتيجيات الغرب خطا، لان الغرب ينظر اليه كعدو خارجي يسعى لاستئصاله، نحن يجب ان ننظر اليه كشان داخلي نسعى لاحتوائه. هناك فرق بين الاستئصال والاحتواء. هؤلاء في النهاية أبناء هذا العالم الإسلامي وأبناء هذا البلد، نحن بحاجة إليهم مواطنين صالحين أكثر من حاجتنا إليهم جثث أو مقتولين. ثانيا أثبتت المقاربات الأمنية المحضة والعسكرية المحضة أنها تولد مزيدا من التطرف، كلما قتل واحد أو اثنين وجد أربعة وخمسة وعشرة. إذا أعتقد أن موريتانيا يمكن أن تقدم رؤية مقاربة احتوائية بدل المقاربة الاستئصالية التي جربت على المدى الطويل وأثبتت عدم نجاعتها. المقاربة الاحتوائية تتطلب أن يكون البعد الأمني والعسكري في حده الأدنى الدفاعي، وأن يكون البعد الحواري والبعد الدمج وبعد الاحتواء في المقدمة وفي الأولوية، ولأنه مواجهة من حمل السلاح عن فكر ليست كمواجهه من حمل غير فهم الروايه بالمعالي اللي نطرحها. هو ذاك الفكر القاعده كانت القاعده فيها قطعا كان فيها جناح دائما شرعي وجناح عسكري، وقطعا المراجعات تقد صح وتقد النقاش صح مع ذاك الجانب الشرعي اللي هو اللي اسس العمل. غير اليوم اصبحنا قدامنا روايه كيف داعش داعش ما فيه زر شرعي ما فيه حنفيه روايه تقدر تشوفها لديها الفرق بينهم ولا شيء لديها الجانب الشرعي اللي تسميه الجانب الشرعي المفتي لا يعد راد كلاشنيكوف مولي لكن حقيقه شوف تنظيم ما يعرف غير تشد معاه الاخبار تنظيم الدوله هو اللي يرد يشد معاه الاخبار تنظيم الدوله اللي يحاورهم تنظيم الدوله اللي يحاور اللي يرد معاه افكارهم يحاورهم ولا انا ذاك نختار تنظيم الدوله الاسلاميه حتى نوضح
ما يسمى إعلامية من داعش، هذه النسخة الثانية الأكثر راديكالية من القاعدة. يعني نفس الآليات، نفس الطريقة، نفس المنطلقات، نفس الفكر، وبالتالي كما يسعى لاحتوائي. وهنا أنا لا أتحدث عن القاعدة والدولة الإسلامية وغيرهم، أتحدث عن التطرف بشكل عام كمسألة داخلية في بلداننا يجب أن يكون هدفنا احتواؤه وليس استئصاله. هم في الحقيقة الفرق بينهم لأن واحدين ما زالوا يعملوا في الخفاء، واحدين كاشحين عن وجوههم، واحدين في الريف، واحدين دخلوا المدن، هذا هو الفرق بينهم. واحدين ما أعلنوا الدولة، واحدين عبروا عن نوايا، واحدين علنوا الخلافة وعلنوا الدولة، واحدين ما زالوا متروقين يحنوا الوقت الحين. أنا كنت نختلف فقط أن عدل تعليق بسيط على الأخ بالمعالي، أعلن يطلب أن في الحقيقة وأنا هو بعد من 2006 و 2007 نكتبوا عن الموضوع، نطلبوا من ذيك الساعة بالمراجعات الفقهية وبالحوار مع هذه الجماعات اللي هي، وكان ذيك الساعة الناس تعتبرنا قاع أن يقولوا سخيف بأنه ما كان يجر عليه من الكتاب ما هو إحنا. أني الرب أن دولة موريتانيا أنها قبلت بعين الاعتبار ضرورة أنها ما يعود عندها لا الحلول الأمنية فقط، بأن فعلا المراجعات خلقوا ونتائجهم كانت إيجابية كيف قال حميد عمر، جدا حتى مولي وقوف رفض دولة موريتانيا بأنها تدخل في الصراع المالي كان مولي شيء إيجابي، بأن نحن اليوم يارت الجماعات يعرفوا أن خارج شيء قال له القوة الدولية لحفظ السلام أن صنادرة موريتانيا ما هم فيها في مالي، اللي في مالي صنادرة موريتانيا عمليا عارفينها انه صنادرة موريتانيا ما هم فيها، وصنادرة موريتانيا ما يقدر حد يشكل عليهم انهم يحموا الحدود والله يتعاملوا مع ايا كان من اجل حمايه حدودهم. ربما لان بدايه الحرب في مالي يعني ساعه نقطعنا اشواط بعيده في الحرب مع الجماعات، ربما هو الاساس اللي انطلقوا منه هم كامل هم الوضع الشمال المالي يختلط فيه الامور منين يهدوا موريتانيا عن كيف قال لك يسلموا الجيش الموريتاني لا يعود هم ذاك مقيسين بالنسبه لهم باللي هو الجيش الوحيد اللي فات قد يلحق معاهم بعيد، وفهم عن الموريتاني كاع ما في صالحهم الحضورهم به اللي روايات متعقده، حتى في جماعات اخرى عندها مطالب اخرى حامل السلاح ما هو غير انا بس عاد منين عدل مقابله مع خبير فرنسي، وواحد من الاسئله اللي طرحت له عن نظرته للساحل اليوم وكان متفائل حتى ظاهر له هو ان الكامل اللي هي برز منه شي صالح، وعن لا يتعجب الدول لا تفهم عن هذا التهريب وليش الاقتصاديات تقدر تتحوله تعود اقتصاديات معتون عليها ولا فيها المخدرات ولا فيها الاسلحه وغير تعود معروفه ومعطل الاقليات حقوق وطريح بلد للامركزيه اللي هي الاساس، اللامركزيه هي اساس شيء يقدر يعدل التنميه. طيب يسلموا بدا ينتظر المنطقه من قمه مجموعه الخمسه. مجموعة الخمس عندها موضوعين ثلاث مواضيع أساسية بأنها مختصرة على خمس دول في أوروبية وخمس دول في شمال المتوسط، وبالتالي تنسيق أساسا لا على المغرب العربي أساسا لا الدول الخمسة زائد خمسة خمسة زائد خمسة وهو اللي يعود القمة هو 19 اللي هو اللي تقول خمسة خارجة خمسة زائد خمسة خرمية ما هي مجموعة خمسة مجموعة الساحل أنت هو قاس مجموعة الساحل ولا خمسة زائد خمسة؟ مجموعة الساحل هو القمة مجموعة الساحل أنا استقصد بيك مجموعة خمسة زائد خمسة. طيب من أين ننتظروا من أي القمة؟ تفضل ننتظر منها بعد قاع أولا تجسد اللي كانت متباركة معها كامل تعود قطعت في الشوط فوالا أولا قطعت شوط خياراتها اللي قال لك وين يسلموا ومهمة على انها كانت اطرح هي الجهد على الاقتصاد من شوخر به اللي المشاكل الاساسيه مشاكل اقتصاديه واجتماعيه بهم اللي مراجعين فهم لاليات كامله الاجتماعيه التقليديه لاحتواء المشاكل والحلول والعنف وتسيير العنف وذاك الشيء كامل معدلين له حاله يعودوا كانهم يرجعوه والله زاد يعيدوا له يديروا فيه الدم من جديد ويوظفوا من اجل السلم بيناتهم والعلاقات في الحدود وياسر مش ظاهر اللي عنهم لا هي عدلوا لا هي قيموا الفاتت خاب
وإلى خصو شمل لي بروجي يمشوا شمل المشاريع لا راجين على انهم في القمه الجايه يقولون على ان الممولين والمستثمرين انهم الشركاء انهم مستعدين يمولوا خطتهم التنمويه للدول المجموعه الخمسه، واعلن الافاق واعده بهن الناس تاكل عليها وبهن موريتانيا تلعب دور في اطار المجموعه اللي هي ومنافسينها عده دول ومناعلين عليهم فاعلين دوليين، وبالتالي نختلوا التجربه اللي الدوله رائده فيها واللي جات مع زعامه موريتانيا للاتحاد الافريقي نختلوها لا تنجح. جيد، نختم معك مجموعه خمس. المؤمل منها ان كما اسلف الزملاء تجسد مشاريعها ورؤاها التي ايضا ان تقوم ايضا بمراجعه بشكل عام في سياساتها وفي تعاطيها مع الامور، وان تكون جديه اكثر، وان تكون الحكومات المشكله لها يعني اكثر جديه واكثر اهتمام بمواطنيها، وان لا يقتصر الامر على لقاءات بروتوكوليه وبيانات تصدر واتفاقيات تبقى حبرانها. عوالق زائده فقط. اشكر لكم حضوركم معي السيد محمد فؤاد عمر كابتن سعدي، واشكرك محمد محمود المعالي. شكرا. اشكرك السيد يسعد محمود الصالحي. اشكركم متابعينا الكرام، نلتقي الاسبوع المقبل في حلقه جديده من برنامج هذه الصحافه. الى اللقاء.